قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحاديث الفتن كما عند أبي داود، قال إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. ثم ذكر مراتب الناس التي ذكرت في صحيح مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الأمر. ماذا قال في الجمعة الأولى؟ قال كسروا قصيكم، ومع ذلك قال قطعوا أوتاركم. ومعلوم أن الوتر لا يمكن يستفاد منه مع عدم القصي، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام قطعوا وكسروا من باب التشديد، وهذا من المبالغة، حتى لا تلهث نفس أو تشتاق نفس إلى أن تدخل في الحرب. وقال بعض العلماء إنما الأمر بكسرها وتقطيعها من أجل ألا يستفيد منها آخر، وكلا المعنيين حق.